ناخد التليفون ونكمل كلامنا. شيماء. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يعني ممكن حضرتك بس تسمعيني من النهاية بس؟ طبعا طبعا، على راسي، اتفضلي الله يكرمك يا رب. اتفضلي. حضرتك، انا جوزي يعني معاملته معايا على طول بيتعامل معايا بالضرب والإهانة والبهدلة، ما بيدينيش مساحة ان انا ادخل يعني اخرج اللي جوايا، ما بيدينيش مساحة ان انا اتكلم واقول له على عيوبه بحيث ان هو يغير منها. بقاله قد ايه؟ بقالك قد ايه متجوزه؟ انا متجوزه دلوقتي بقالي 21 سنه. ياه، كم؟ 21 سنه. حبيبتي، وهو ده طبعه بقاله 21 سنه طبعا من بيضربك؟ ساعه ما اتجوزنا، بس انا دايما كان اهلي يقولوا لي الصابرين بخير، اصبري يا بنتي يمكن يتغير. بعديها طبعا قعدت 4 سنين بعد كده، جبت بنتي الكبيره الثالثه ثانوي دلوقتي. حصل طلاق مرتين وانفصال مرتين بسبب ان هو ودني وبيسمع للناس وبيسمع لاهله. حاولت ان انا اغير منه ومفيش. طبعا رجعت تحس ان بنتي قاعده تقول لي يا ماما يعني كل البنات من اطفال، كل البنات اطفال ليهم بابا بيخرجهم وانا لا. جيت على نفسي وحاولت ان انا ارجع تاني واغير منه. انت عندك بنتك بس؟ بنت واحده بس؟ عندي بنتي وولد عنده 10 سنين. فطبعا هو عارف ان مفيش دخل تمام من ساعه ما والدي ووالدتي الله يرحمهم كانوا بيساعدوني وكده اهوت. فعارف ان انا خلاص مبقاش ليا حد، بدا ان هو الامتلاك عنده اكتر، ان هو يتحكم ويضرب ويهين اكتر ويبهدل اكتر. مالكيش اخوات؟ اللي هي اخواتي بس يعني اصغر مني، فاهماني حضرتك؟ فحتى الضرب بتاعه يا اما يجيب ازازه بيبسي يضربني بيها على دماغي، يكسر على دماغي، ايه ده؟ شوكه يغرزها في جسمي. هو بيشتغل ايه؟ هو شغال يعني في كافيه. طب هو بياخد اي حاجه، بيشرب اي حاجه؟ الله اعلم، ما اقدرش اقول ما اقدرش اقول لا حضرتك. وبيضرب عياله يعني كتير ولا؟ لا، هو في اثناء المشاكل بالذات بيحب ان هو يمتلك عياله، فاهماني؟ ان هو يجذبهم ليه بحيث ان هم ايه يعني يعرف يعني اخبار منهم. اخبار ايه بقى اللي يعرفها؟ يعني مثلا مامتك ايام ستها وايام جدها الله يرحمه، حد اداها حاجه، حد بيعمل حاجه، بتروح تشتكي لحد، بتروح تتكلم مع حد ده، وانتوا ما بتكلموش بعض؟ مش كده؟ لكن هو لما بيضرب عرف العيال ان نفس عيالي الفكره. متعاطفين معايا وبداوا يطلبوا ان انا اتطلق منه، فبدا ان هو يقلب على بنتي. هو بيمد ايديه عليك انت بس ولا بيضربهم هما كمان؟ لا، هما ما بيضربهمش، لا ده بس بيمد ايده عليا. وغير بقى فرجه الناس وغير كلام يعني حضرتك، يعني انا اسفه في الكلمه اللي هقولها، ما كانتش العلاقه الزوجيه تتم يقلب عليا ويبهدلني ويفرج عليا الناس كلها. ازاي يا جدعان كده؟ فانا يعني حصلت اخر المشكله دي بهدلني، وكانت توصل للطلاق وكنا هنطلق، ودي الطلقه الثالثه. اتدخلوا اصحابه ورجعنا. فهو يعني طبعا مش بعد ضربك واهانتك وبهدلتك فيا عايز الحاجه دي، ما كانش كده هو يعني مستغرب من معاملتي ان انا اتغيرت. طب ما انت بقالك فتره ضرب واهانه وبهدله، عايز ايه من واحده بتيجي على نفسها على طول عشان خاطر تعيش وتربي عيالها وعشان تتستر ما يلاقيش حد ولا ليها دخل ولا ليها اي حاجه؟ هو انت المرتين اللي اتطلقتي فيهم انت اللي طلبتي الطلاق؟ المرتين اللي انا طلقت فيهم حضرتك كان هو مسافر ساعتها ورماهم من هناك. هو اللي طلق؟ هو بيسافر كتير؟ جت اول مره قال لي لو خرجتي تبقي طالق. بصراحه من كتر الاهانه والشتيمه والبهدله الشيطان سيطر عليا خلاني خرجت. تاني مره بسبب ان هو ما بيبعتش مصاريف خالص، من الشبيل صعب بيبعت مصاريف خالص لبنته، لدرجه ان في حاجات ما كانش في اوانها كان يكلم بنته من التليفون من هناك ويقولها انا باكل مش عارفه كذا يا هبه مثلا. يجي بنتي طبعا نفسها تروح الحاجه دي. هو عايش بره؟ هو كان هو سافر في فتره عاش بره ورجع؟ هو حاليا دلوقتي بقاله 14 سنه مقيم في مصر، ما سافرش تاني. ده في اول الجواز. فبعديها بقى يعني عمل توكيل لابن عمه وطلقني. فاصبح الطلقتين دولت اللي كده، مفيش الا طلقه دلوقتي هي اللي. ومين اللي رجعك؟ هو لما جه بقى قعد يتكلم مع اهله، لما رجع من السفر قعد يتكلم مع اهلي وكده، وهغير من نفسي ونعيش كويس ومش نعيش كويس. وبعد كده رجع قعدنا فتره في بيت والدتي، لدرجه انه مره مد ايده على اخويا بحيث ان هو عايز يكسر مشكله الضرب عنده، غيرته الضرب والبهدله والشتيمه.
يعني من اغلط الالفاظ حضرتك بيقولها، وعايز بعد ده كله يجي مثلا يلاقي حياته تمام والدنيا ماشيه معاه تمام. طيب فانا حاضر. مش عارفه. والوقت طبعا والدي بقى له 3 سنين متوفي، والدتي بقى لها سنه، فهم كانوا يعني حامينك كانوا كل شوية. حاجه لي. مش حاميني، هم ناس طيبين جدا وناس ما مش أمين بتوع أمين. مشاكل، بس كنت بفضفض معاهم، كنت ما بحتاج حاجه بقول لهم. دلوقتي بقى مستغل الفرصه ان انا ما فيش دخل داخلي من حد، ما فيش حتى احكي معاه اتكلم معاه، طب انت فبيلاقي كان حد يشدني. الفلوس اللي مامتك وباباكي كانوا بيدوهم لك او بيساعدوكي بيهم، هو كان حاسس ان دول مخلينك مثلا مستقوية شوية عليه؟ لا خالص، لانه كانوا بيصرفوا مساعده معاه في البيت، يعني طيب ما كنتش باخد ان الفلوس مثلا اصرفها على نفسي ولا على عيالي، لا كنت مثلا حد نفسه في حاجه في العيال اجيبها له، اكله مثلا اعملها كده، فاهمه حضرتك؟ طب يعني قلت له مره مثلا انا ما انا بساعد معاك، ما اهلي بيدوني علشان اصرف معاك؟ هو شايف لا وشايف. انا اقصد انت قلتي له مره مثلا لا كده او حاجه؟ عمري يا مدام لمياء، والله عمري ما جبت سيره حاجه زي كده، ولا عمري حسسته بيها. حتى الورث اللي خدته من والدي ومن والدتي اتصرف برضك على بيته وعلى تجديد عفشه وعلى حاجات من دي. ما عمريش ان انا اتكلمت في قرش ولا الكلام ده خالص انت عندك ابدا. كام سنة؟ انا عندي 41 سنة. 41 سنة. اوكي طيب. طيب تابعينا يا شيماء. الأستاذة شيماء، أنا نفسي أقول لك إن إحنا حاسين بيكي انا بيصعب وكتر عليا ألف جدا خيرك. فكرة انه اولا انه يعني هو الضرب اللي بيضربه لها موضوع صعب، يعني ايه يجيب الشوكة ويغرزها في جسمها، ويعني ايه يضربها بإزازة حاجة على دماغها مع بني آدمة، ويعني وشريكة عمرك وأم أولادك، وانها كمان تقول لما باباها ومامتها توفوا هو استقوى عليها اكتر، يعني ده انت المفروض ان انت تبقى سندها بقى بعد ما كل اللي ليها راحوا. يعني بصي، انسانيا اللي بيحصل فيها ده مش طبيعي، هو ده طبعا شخصيه سايكوباتيه، شخصيه مؤذيه جدا، والشخصيه دي لازم تحمي نفسها منها، هي لسه عندها 40 سنه، وكل ما بنكبر الشخصيات دي بتزيد شرا، ومفيش حدود ومفيش دستور يحميني، هي باسم العيال وباسم ده يلا بينا. الطياره لما بتطلع اول قانون بيتقال فيها لما يجي الطياره تقع، البسي الاكسجين الاول انت قبل العيال. هي لازم تعيش ان طول ما هي بتتعرض للاذاءات دي بعد وقت بيجي لها امراض جسديه ونفسيه، وده شيء مش مطلوب ولا والاولاد يرضي كمان ربنا. هم ولا كمان لما يبقوا شايفين الاب بيعمل في امهم كده بتقول لك دلوقتي بيقولوا لها اتطلقي. دلوقتي انا نفسي اقول لك يا استاذه شيماء، انت لازم تعملي حدود، انت مهمه، ان يستخدم الشوكه وان يضربك ده ما يرضيش ربنا ولا ده طبيعي، ولازم تقفي وتقولي لا وما تخافيش. هي مشكلتها الاولى انا احب اقولها لك، هي حاسه بعدم الامان، باباها وماما طبعا متوفين واحساسها بالامان الحقيقي. دوري على قوه جواكي، ولادك امانك، انت امان، انت مش محتاجه. هو فين الامان؟ هو انت مش واخده بالك، احنا ساعات بنتعود على الالم. تخيلي انا دلوقتي في مثلا اقول لك ظل رجل ظل حيطه، انا النهارده نفسي اقول لكل ست بتتاذي لا دي مش حقيقه، انت ظلك في ربنا سبحانه وتعالى اولا، ونعم بالله. حمايته حمايتنا منه ومنه ليه، هو اللي بيحمينا وبيحمي ولادنا، لكن احنا اول حاجه ربنا ادهالنا مسؤوليه نفسنا يا جماعه. انا لازم صح. احافظ على نفسي ونفسيتي عشان انا لازم اكمل رحله تربيه ولادي. ما انا لما اتاذي واتجرح واتضرب انا مش هقدر اربي ولادي، هيوصل 45 سنه ولا 50 سنه هبقى خلاص انتهيت. ان الحياه طاقه، ان نفسيتك طاقه بتخلص. عشان كده النهارده انا مش بشجع الطلاق، ولا استاذه لميا دي اكتر خالص. برنامج لا 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 بيشجع خالص على خالص. الجواز، لكن النهارده بما يرضي الله انا لازم احافظ عليه. اديله انذار ودخلي ناس بتفهم في الدين، ناس بتقف، ناس بتقولي له انا من حقي امسكي الدستور اللي ربنا اداهولك انك انت تحافظي على نفسك، محدش ليه حق ان يمد ايده عليكي يا استاذه شيماء، مش من حقه ان يهينك ويكسر كرامتك، انت مهمه وانت غاليه صح. وانت امه، ام ولاده. عشان كده النهارده انا بعتذرلك على كل اللي حصل لك، واحنا جايين النهارده كلنا كمجموعه البرنامج بنقول لك احنا متاسفين على اللي حصل لك، بس النهارده قومي قوتك الحقيقيه فيكي، في نفسك، في اللي ربنا خلقه جواكي، قوتك مش في ظل راجل. صح، انا بحييكي بجد على الكلام اللي انت قلتيه، كلامك مهم جدا وكله حقيقه بجد فعلا. يا ريت كل ست تعمل بده، لانه موضوع الضرب ده من اصعب الحاجات اللي ممكن اي حد
يعني يواجهها في الدنيا. واحيانا الضرب ما بيبقاش بمد الايد بس، بيبقى باللسان، وده كمان بيبقى اصعب. والحيطه اللي احنا ممكن تقع علينا بتفطسنا. طبعا انت قلتي حاجه جميله جدا، احنا حمايتنا من عند ربنا سبحانه وتعالى، ما فيش مش من مخلوق. واذا كان في مخلوق بيقف يعني ظهرنا، الست اللي بتبقى شايفه ان جوزها ظهرها وسندها وهو اللي بيطبطب عليها وهو اللي بياخد لها حقها وهو بجد السند اللي ليها في الدنيا، فده برضو بتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى.